النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر إن مراكز تنمية المجتمع التي يفتتحها الائتلاف تهدف للتعرف على المشاكل التي تواجه المجتمع وخلق فرص عمل وتوفير الدعم لخطط التنمية. وأضاف السويدي خلال مؤتمر ائتلاف دعم مصر انطلاقة جديدة أنه نظرا لعدم وجود فرص عمل لدى الحكومة يسعى الائتلاف لتوفير 5 ملايين فرصة عمل خلال 4 سنوات وتأهيل الشباب مثل مبادرة شغلك في قريتك.